شنو اليوم اللي الدافع انت من بعد هاي السنين ما دراسه تقول انا راح اخلص دراستي واهاجر؟ ليش؟ صحيح، هي السالفه اللي قلت لك عليها صارت حاله كل الشباب. صحيح تمام، لان المعنويات شبه معدومه. نعم. بسبب الاوضاع اللي تمر بها البلد. نعم. فالكل ده تطمح انه تسافر برا وتبدا حلم جديد، تحقق طموحاتها، لان ما دا يشوفون انه يحققون هذا الشيء هنا. نعم. فلهذا بدنا نطمح انه نسافر برا ونبدا من جديد ونحاول يعني نلقى فرص عمل اكثر ومعيشه زينه واوضاع يعني تليق بينا كبيئه. طيب. ككل شيء. طيب انت شلون تعرف انه اني ممكن اذا راح اروح الى دول الاغتراب راح اعيش واني مرتاح وسعيد وما عندي اي مشاكل، حياتي راح تكون جيده وكل هذا الموضوع يعني؟ والله كل واحد واجتهاده يعني. كوما دا يروحون الناس. نعم. يعني دا نشوف من خلال السوشيال ميديا. نعم. انه الناس مرتاحه دا تشتغل. نعم. وبنفس الوقت اكو ناس بالعكس دا يرجعون دا يقولون هذا الشيء صعب. بس احنا كل واحد يتحدى نفسه، ان شاء الله واحد اذا طلع هناك انه يتحدى نفسه ويجتهد ويوصل للشيء اللي يريده، وبقى توفيق من الله ان شاء الله. طيب مو ممكن انه يكون اكو هنا فرص انه انت ممكن انه تلاقي نفسك بيها او انه تثبت وجودك بيها؟ مو ضروري انه اني اسافر يعني، ممكن انت كشاب اليوم بعدك بقوتك بعزيمتك بارادتك ممكن انه انت تخلق جو جيد للعمل. صحيح، هسه المتخرج اللي يتخرج هسه حاليا ده يحاول بقدر المستطاع انه يستفاد من الشهاده اللي اخذها. نعم. يعني حتى لو يشتغل مو بالتخصص مالته. نعم. انه يفتح مشروع يعتمد على نفسه، بس هم هذا الشيء صعب، دي يصير تحديات في الموضوع وكوما دي يفشلون، فدي يحاولون انه يحققون طموحاتهم برا. نعم. زين. نعم. ومثل ما قلت لك الوضع اللي تمر به البلد وحتى المتخرجين يعني حاليا دي يطلعون مظاهرات ما مظاهرات على شنو؟ كان هم المفروض هم يطلعون مثلا برا، بس هم يريدون يحققون احلامهم هنا، بس الاوضاع ما تتغير هنا. قرار الطلعة هم قرار بسيط يعني، حتى واحد يعوف أهله وبلده ويسافر. صحيح. لكن إحنا الظروف اللي بالبلد الموجودة هي اللي تحكمنا إنه إحنا نفكر بالهجرة أو اللجوء يعني. أسباب الطلعة مالت. نعم. طلعت سنة 2015. نعم. ست سنوات هناك كنت عايش يعني أمل إنه أخذ أنا أحصل على الإقامة في سبيل أقدر أعيش أخذ حقوقي، أحس نفسي كإنسان أنا عايش، حتى أمارس حياتي الطبيعية كشغل كل يعني الممارسات الطبيعيه اللي الشاب يقدر. افهم من كلامك يعني انه اذا انت ما كنت حامل الاقامه انت ما تقدر تعيش بحياتك الطبيعيه. لا جدا صعب، لانه انت ممكن يعني ممكن تحصل لك فرصه عمل، لكن حتى فرصه العمل اللي راح تاخذها انت راح تكون تشتغل بطريقه غير شرعيه. صحيح. واذا اشتغلت بصوره شرعيه يعني انت تشتغل نظامي انت بمكان مسجل به، حيكون انت مستواك اقل من مستوى الباقين، يعني ما راح تقدر تعيش حياتك الطبيعيه. وهناك اذا انت ما تشتغل الحياة جدا صعبة، يعني عندك مسؤولياتك، مسؤوليات الحياة الطبيعية كلش صعبة مو مثل هنا. صحيح. عندك ضرائب وإلى آخره. لكن أيضا ما تقدر مثلا ست سنوات أنا بعيد عن أهلي ما أقدر أشوفهم. هذا موضوعهم جدا جدا صعب. صحيح. يعني أنا ست سنين عايش بالمجهول، قراري العفو الدولة هي اللي بدها تتحكم بي، يعني انا ما اعرف، ممكن بعد 6 اشهر تجيك اوراق، بعد 6 اشهر تعبر 6 اشهر يقول لك لازم تنتظر بعد انت شويه. يعني 6 سنين انت من عمرك اقدر افهم انه انت عشت على وعود. بالضبط 6 سنين انا بالمجهول عايش. عاش على وعود لمده 6 سنوات وبالاخر ترجع الى العراق، انت ما عندك اي اقامه وكنت تشتغل بطريقه غير نظاميه ولا نظاميه؟ غير نظاميه. لي 4 سنوات انا اشتغل بصوره غير نظاميه، لكن اخر سنتين حاولت يعني فتحت شركة ومشروع صغير حتى ممكن أنه عن طريقة أخذ إقامة العمل، لكن أيضاً ما قدرت أوصل لهذا الشيء. من بعدها قررت أنه أرجع لأنه أنا ما قادر بعد أضيع يعني من عمري سنين أكثر من اللي راحت. بالضبط، لأنه نعم. يعني صحيح هناك تكسب أنت لغة نعم. جديدة تتعرف عليها، تتعرف على ثقافة جديدة، حتشوف العالم بغير نظرة. فقرار العودة مالتي ما كان بسهولة، لكن أنا بالمقابل حاولت ارجع انه ده باول الموضوع بصوره ايجابيه شويه. صحيح. انه اني لازم ارجع، ما اريد اضيع بعد من عمري اكثر، لازم ابدي شيء هناك اقدر اسويه ما دام اني بعدني شاب وعندي طاقه، فلازم هذا الشيء ابدي اني ما اضيع هاي الطاقه اني بس في وقت الانتظار.